مساءكم حرية. السيدة الرئيسة مريم رجوي، السيدات والسادة الحضور الكريم، خلال السنوات السبع الأخيرة كانت لدينا فرصا استثنائية في اكتشاف طاقات النساء، ليس فقط السوريات بل أولئك اللواتي عشن ظروف الاستبداد والقمع والحرب والنزاع، الثورات وربيع الحريات حول العالم. طاقتهن التي تتجاوز نسق حمامات السلام إلى فضاء أعلى يطالبن فيه بالتحرر والحرية وبناء الديمقراطية وإسقاط الاستبداد ومقارعة مجرمي الحرب، سعياً إلى إقرار العدالة بمحاكمتهم وفتح الباب أمام مستقبل مشرق لشعوبهن وبلدانهن. لقد تجاوزت آلام الشعب السوري أمام طغيان نظام الأسد وداعميه وعلى رأسهم روسيا والنظام الإيراني قدراتنا النضالية، وبات أمامنا مواجهة مهام مضاعفة تتمثل ليس فقط بالدعوة لإنصاف السوريين وعتقهم من قدر الموت قصفاً أو جوعاً أو اعتقالاً وتهجيراً، بل وبمواجهة المجتمع الدولي الذي تمادى في استخفافه بالقضية السورية حد اختزالها لقضية إصلاحات دستورية وتقاسم سلطات، فيما المطلب الأساسي هو التأسيس لهيئة حكم انتقالي لا مكان للأسد ومجرمي الحرب فيها، توقف نزيف دماء السوريين وتعيد لهم الثقة بمبادئ الإنسانية والديمقراطية التي من فك العديد من صناع القرار حول العالم ينادون بها على المنابر دون أي مسعى عملي لتنفيذها، حتى باتت فارغة من أي قيمة وبعيدة عن أقل قدر من المصداقية. كل ذلك يفرض علينا اليوم كسوريات، مواطنات أولاً ومناضلات ثانياً، أن ندفع باتجاه استعادة مسار الثورة السورية وأن ندافع عن جذرية أهدافها في تحرر الشعب السوري المحكوم بحروب الوكالات على مرأى من العالم ومسمع، وعن جذرية رفضنا لخديعة حماية المدنيين على حساب إقرار العدالة والحق في محاكمة مجرمي الحرب وعلى رأسهم منظومة الأسد ونظام الملالي. لقد اكتسبنا كنساء خلال سنوات الثورة السورية ما يكفي من الوعي السياسي لنخرج مما يصر المجتمع الدولي على قولبتنا داخله كصانعات سلام فقط، فالمرأة السورية لا يوصفها إلا الاستمرار في نهج الثورة حتى إسقاط منظومة الاستبداد وتنشق هواء الحريات. وليس بعيداً عما يجري في سوريا لا جغرافياً ولا من حيث أصالة الاستبداد ومدى سطوته، يعاني الشعب الإيراني ما يعانيه من استبداد ديني وسياسي ومصادرة للإرادة الحرة. وقد كان للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق باع في مقارعة نظام الملالي منذ عقود، دفعوا ثمنها اعتقالاً ونفياً وإعداماً. وتماثل ما قامت به الإيرانيات والسوريات من قيادة للتظاهرات وتحفيز المتظاهرين ومساندتهم، ثم العمل الإنساني والقيادي السياسي والدبلوماسي الدولي. وكانت السيدة مريم رجوي رائدة بين الإيرانيات ورمزاً من رموز الأمل لنا ولكم بقوة النساء والثبات على الموقف والاستمرار في النضال والتضحية وبذل الجهود لتطهير إيران من نظام الملالي وخلاص السوريين منه أيضاً. وفيما تطرحه السيدة رجوي من تصورات لمستقبل إيران حرة في خطة النقاط العشر، العديد من المبادئ التي تتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل سوريا حرة، تلك التي وضعناها كهيئة عليا للمفاوضات كتصور لسوريا المستقبل.
تماماً كما تتقاطع جهودنا في دعواتنا المجتمع الدولي لمقاطعة نظام الملال الإرهابي ولإيقاف أي محاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد الكيماوي بوصفهما نظامين مغتصبين للسلطة ومجرمين بحق شعبيهما. يأتي عنوان هذا المؤتمر ليحمل في طياته حقيقة ما بداخلنا، قوة النساء التي لابد من توظيفها لوقف تضليل الثورة السورية عن أهدافها ودعم استمرارية الانتفاضة الإيرانية أيضاً. فشعوبنا قد كسرت طوق الاستبداد واختارت طريق التحرر والحرية ولن تعود عنه. يجب أن يكون هذا المؤتمر فرصتنا لتنسيق هذه القوة وتجميعها معاً سوريات وإيرانيات، نساء من كافة أنحاء العالم، للتضامن وتوحيد الجهود في مواجهة تحالفات الأنظمة الاستبدادية الحاكمة في بلداننا التي أرهقت شعوبنا ومارست أعتى أنواع إرهاب الدولة ضده، وأرهقت المجتمع الدولي بابتزازه من خلال وضعه أمام خيارين اثنين فقط، الإرهاب أو الحفاظ على صيغة استقرار حكم هذه الأنظمة القائم فقط على الاستبداد والترويع وجرائم الحرب. يليق بالشعب السوري الذي كسر قبل 7 سنوات طوق الخوف ابن العقود الخمسة، وبالشعب الإيراني الذي يعيد بناء انتفاضة على ثورة، أن نعمق الوعي بضرورة رفضنا لأنصاف الحلول والمجاهرة بالطريق الثالث، الطريق الذي بدأته حناجر أبناء شعبنا وهي تدعو للتغيير الديمقراطي الجذري والجوهري والشامل. فما زال شعبنا يريد إسقاط النظام والموت للدكتاتور ولخامنئي وروحاني، ونحن وإياكم على هذا الدرب سائرون. شكراً.